اتفرج معايا على جبل الجلالة وبعد كده نرجع نكمل احنا املنا، وكمل انت احباطك، اوعى تسيبه جبل الجلالة. واحنا في جبل الجلالة اتحدينا الطبيعة وسبقنا الزمن. انا و80 ألف مصري شقينا الجبل وحققنا الحلم. مصانع رخام عملاقة وطرق جبارة ومدن ومدارس وخير كتير جاي ان شاء الله. ادعوا لنا وابقوا تعالوا زورونا. بتشجيعكم لينا وبصبركم الخير هيعم. على الله بس لكل الغلابة مش للمحاسيب. تشكيك. ابقى قابلني لو المشروع ده فلح. احباط. اتقوا الله كفاية تطبيق. ابتزاز. الكلمة الخبيثة فتنة تقتل الأمل. ده جبل الجلالة على الفيسبوك. على الفيسبوك. اتفرج معايا على جبل الجلالة على الحقيقة، حاجة تانية خالص. الفندق ده كمية الحفر اللي جت فيه تقريبا تعدي مليون متر مكعب. الشغل عبارة عن 3 ورديات 24 ساعة. احنا بدأنا بتخطيط الطرق وتخطيط الفندق. الطرق كانت على ارتفاع 105 متر من سطح البحر. الفندق ده مكون عليه من 309 غرفة من أرضي وسبع أدوار. طريق الجلالة البحرية ده عرضه لا يقل عن 30 متر في اتجاهين، كل اتجاه حوالي 15 متر، وهذا الطريق ده طريق سرعته لا تقل عن 120 كيلو. مساحة المشروع كله ككل عبارة عن 500 فدان. وملحق عندنا برضو في الناحية الشمالية برضو مجموعة كافيهات ومطاعم على أعلى مستوى. الطريق ده فتح جزء كبير جدا من المشاريع اللي احنا بنشتغل فيها حاليا تقريبا، وهو من ضمن الاسباب اللي خلتنا نقيم هذه المشاريع بالتوسع دوت. كل ما بنرتفع على الارض بتقل درجه الحراره. المنطقه بتاعه الفندق الجبلي كلها بتقل حوالي 11 درجه عن اي منطقه في منطقه السخنه او منطقه الجلاله. الفندق مدته تقريبا في حدود السنه، والعمل ماشي على قدم وساق بسرعه يعني كبيره جدا، بحيث يخلص في مده زمنيه وجيزه. شقينا الجبل جوه من ارتفاع 110 متر لغايه منسوب 52 متر. ملحق للفندق تريفليك بطول 4.5 كيلو، وده يعتبر رقم قياسي بالنسبة للأطوال الموجودة في العالم كله. المشروع ككل بيجمع من الشباب من كذا محافظة، ومن الصعيد ومن القاهرة ومن الجمهورية ككل يعني.